أهلا بيكم. من شوية أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت الحقيقة كلام مهم جدا فيما يتعلق بزيادة الإصابات خلال الفترة اللي فاتت، وكمان بيتعلق بموضوع اللقاحات. في البداية أكدت الدكتورة هالة زايد على أن شهر أبريل شهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، وقالت أن ده علشان مرتبط بالأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والمسيحيين، وقالت أنه تلاحظ الفترة اللي فاتت ومن ساعة بداية رمضان أن الكافيهات والمطاعم وأماكن التجمعات شهدت ازدحام كبير وبدون تطبيق الإجراءات الاحترازية. الحقيقة أن الدكتورة هالة كمان وجهت رسالة لأصحاب الأعمال وقالت أن هم لازم يتبعوا الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقالت أن السنة اللي فاتت في رمضان لما كان في إغلاق ما كانش في الزحمة دي في رمضان. علشان كده هي وجهت كمان الشكر لوزارة الداخلية اللي بتقوم بدورها في المتابعة وبتقوم بغلق المحلات والكافيهات المخالفين واللي مش بيطبقوا الإجراءات الاحترازية. خليني أقول لحضراتكم أن كمان أكدت وزيرة الصحة خلال المؤتمر أن في زيادات في الإصابات، وده في الموجة الثالثة على مستوى العالم بنسبة 10%، وقالت أن العالم بيشهد أرقام قياسية جديدة من الإصابات ده رغم وجود اللقاحات. وأشارت كمان أن الإصابات بتزيد زيادة منتظمة وبسيطة، بمعنى أن الأسبوع ده أزيد من الأسبوع اللي فات بأرقام لا تزيد عن 10%، ده معناه أن في زيادات بسيطة لكنها مستمرة. طيب خلونا بقى ننتقل لجزئية مهمة جدا بالنسبة لوضع المستشفيات. قالت الوزيرة أنها بتطمن كل المواطنين أن ما زالت القدرة الاستيعابية بتشتغل ب50% من المستشفيات لكورونا، وأشارت أنهم أخذوا قرار من كام يوم بتقليل الحالات اللي مش حرجة علشان يكون في ساعة بالمستشفيات. وقالت كمان أنها بتطمن المواطنين أننا ضخينا عدد كبير من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي، وأكدت على أن الخط الساخن للعزل المنزلي هو 1440 وأيضا 105، وده بيستقبل كل الاستفسارات حول العزل المنزلي والانتقال للمستشفيات حال الإصابة بكورونا. خليني أعيد على حضراتكم تاني الخط الساخن، الخط الساخن هو 1440 أو 105، ده في حالة ظهور الأعراض وأي استفسارات بتخص الإصابة بكورونا. وقالت الوزيرة أن الحكومة يعني بذلت كل الجهد في أنها تحترم وتقدر العطاء التاريخي اللي عمله الأطباء، وأشارت لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطقم الطبية ده منذ بداية الجائحة، وقالت أنها حريصة على عقد اجتماع يومي مساء لكل المستشفيات اللي بتعمل في كورونا، وده علشان تتعامل معاهم المستجدات أول بأول. طيب خلونا بقى ننتقل لجزئية مهمة جدا، اللقاحات. بالنسبة للقاحات قالت وزيرة الصحة أن يوم 27 أبريل الجاري هتصل دفعة جديدة من لقاح كورونا الصيني لمصر، وأشارت أنه تم توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح كورونا بمصر بواقع 40 مليون جرعة سنويا. أيوة، بواقع 40 مليون جرعة سنويا لتكفي احتياجات البلاد محليا ولتصدير للبلاد في أفريقيا وتكفي للبلاد المجاورة. وقالت أن الاتفاقية خاصة بالتصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع، وأن إحنا مجهزين خطوط الإنتاج وهنبدأ لإنتاج 40 مليون جرعة قابلين للزيادة سنويا لتغطية احتياجات مصر من اللقاحات البلاد المجاورة. الحقيقة أن في أيضا نقطة مهمة جدا اتكلمت فيها وزيرة الصحة، أنها قالت أنها يعني لاحظت في عزوف من الأطقم الطبية والمواطنين عن التسجيل للحصول على اللقاح، وقالت أن الأطقم الطبية قالت للحصول على اللقاح لا يزيد عددها عن 50%، واللي تقدم وحصل فعلا على اللقاح لا يزيد عن 60% من اللي سجلوا للحصول على اللقاح. وشفت لكلام منظمة الصحة العالمية واللي قالت للناس خدوا أي لقاح، أي لقاح متوفر لازم تاخدوه، لأنه مفيش رفاهية أن الناس تقول أخد اللقاح ده ولا اللقاح ده. وأكدت الكلام ده على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أنهم يسجلوا وياخدوا اللقاح،
لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا. وتابعت وقالت إنها يعني بتقول لكل المواطنين والأطقم الطبية مهم جدا إنك تاخد اللقاح لأن ده أمان ليك وللي حواليك. وأكدت أيضا إن عدد الأطباء اللي أصيبوا بكورونا في مستشفيات العزل 115 طبيب فقط، تردد على السوشيال ميديا بانهم 500 فرد من الاطقم الطبيه. الحقيقه ان ال 115 طبيب دول اصيبوا بعدوى كورونا وهم في مستشفيات العزل، لكن ال 500 طبيب اصيبوا بالعدوى من المجتمعات ومن اسرهم. واشارت انه يتم الاعلان قريبا عن صرف تعويضات لضحايا كورونا من الاطقم الطبيه. طيب بالنسبه بقى للقاح الروسي. اللقاح الروسي اكدت الدكتوره هاله زايد انه تم تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء، ده لبدء وتوفيره محليا، وانه هيتم تصنيع لقاح كورونا محليا بواقع 100 مليون جرعة سنويا من خلال خطين انتاج بتتبع شركة فاكسيرا. واضافت الدكتورة هالة زايد انه هيتم السماح للقطاع الخاص بالتصنيع وان اللقاح امن وفعال وعلى الجميع الحصول عليه. وأكدت أن التطعيم بلقاح كورونا هيكون سنويا مع تصنيع لقاح متطور وهيكون بشكل موسمي. وأكدت أن نسبة مأمونية وفعالية اللقاحات بتصل ل90%. أشارت أن واحد من عشرة لكل مليون مواطن معرضين للإصابة بالجلطات، ده جراء الحصول على اللقاح. وتابعت طبعا أن كل دي احتمالات لا يمكن الجزم بها. وأضافت الدكتورة هالة زايد أنه هيتم تغطية كل العاملين في القطاع السياحي والطيران بلقاح كورونا، وأنه هيتم العمل بنظام الهيلث كود واللي بيتضمن بيانات ومعلومات عن تطعيم المسافرين للخارج، وأن العديد من الدول هتطلب شرط التطعيم. وأخيرا أكدت وزيرة الصحة في النهاية على الخطوط الساخنة اللي بتقدم خدمات للمواطنين، إن الخط الساخن للعزل المنزلي 1440 والخط الساخن أيضا 105 بيستقبل كل الاستفسارات حول العزل المنزلي والانتقال للمستشفيات حال الإصابة بكورونا. يعني وإحنا من داخل تلفزيون اليوم السابع بنناشد كل المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح، وإن اللقاح آمن وفعال، وطبعا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، واستخدام الكحول بصفة مباشرة. بنتمنى الأمن والسلامة للجميع، ودي كانت نهاية تغطيتنا اللي خصصناها مع حضراتكم عن أهم تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي عن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا. شكرا لحضراتكم على المتابعة، وانتظرونا دائما في تغطيات جديدة ومتنوعة. إلى اللقاء.